اهلا بيكو. ما يدعو للتفاؤل ان احنا عندنا مدرب بيعمل من الفسيخ شربات باقل الامكانيات، رغم ان على اختلاف مع تغيير زيزو وبن شرقي لعيبه خبرات ما تطلعش من الملعب. السؤال هنا ليه بنبدا غلط؟ ليه؟ ايه الفكره ان احنا بنبدا خايفين ومرعوبين من الاهلي؟ الكلام ده مش النهارده، الكلام ده طول عمرنا. ليه؟ الكلام ده بيفرق في سير الماتش معانا لدرجه كبيره فوق ما انت تتخيل. التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتضيع الماتشات مننا. ضيعنا 2 بونت ما كسبناش بونت، رغم ان انا كل عمري ما توقعت ان الزمالك يبقى متاخر مع الاهلي ويتعادل. دي حاجه جديده وحاجه حلوه بالنسبه لي درجه كبيره، بس سبحان الله ضيعنا النهارده 2 بونت. بالنسبه لي بعد صوت اللي اتنبح كان نفسي اطلع لك الفيديو اللي فيه مبسوط، ولكن انا نفسي مش مبسوط. افتكر يا حظ مالكش علينا جمايل. الزمالك يتعادل 2-2 في الديربي مع الاهلي ويفقد نقطتين مهمين في رحله الدفاع عن اللقب. اما شيكابالا، السؤال هنا ليه جون الاهلي بيجي بعد جون الزمالك على طول؟ انا مش فاهم، هو احنا بنلعب مصارعه حره؟ جون الاهلي طول عمره بيجي بعد جون شيكابالا، مش فاهمها دي ازاي؟ ليه؟ اما محمود علاء، مات في القريه ساحر فاستراح الناس من اذاه، خلف الساحر جنيا افاق في الضحك اباه محمد عبد الغني. 2020 اسست عبد الشافي للشحات، 2020 اسست محمود علاء لقفشه، 2021 اوباما لشريف، 2022 محمد عبد الغني لمحمد شريف. محمد عبد الغني لما تتعود على الاهتمام وفجاه يختفي، انا مش فاهم، مش عجباني دماغك دي، انت بتحلق فين؟ المفروض نسميهم لاعبي نادي الزمالك لجبر الخواطر. حكم اللقاء اول مره اشوف حكم بقلم رصاص. انتوا عارفين ليه احنا بنغني في الثالثه يمين؟ عشان ملناش في الشمال. اما في مباراه القمه تولد النجوم. نجم النهارده مش لاعب كوره، نجم النهارده المدرب المدير الفني للنادي الاهلي مكان موسيماني سامي قمصان. من النهارده المفروض جمهور النادي الاهلي يبطل يلبس جلابيات وتيشيرتات، ومن النهارده عشانك يا سامي هنلبس قمصان.